Hello, grade 2. Connect. Grade 2. Unit 2. My body. Guess me. Part 2. Phonics. الأصوات. TH. Sound TH. 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 3. 3. 3 3 th th 3 3 3 3 13 13 th 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 13 sound of th th through كده من الصورة بتاعتنا بيرمي الكورة هنقول ثرو ثرو ث ث ثرو ثرو يرمي bathroom bathroom يعني حمام bathroom ث th sound th ث ث tooth 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 سنة tooth mouth 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 thumb mouth double e e e 13 13 in teeth teeth بعمل ستريس على دبل اي teeth اسنان 3 دبل اي اي green اخضر green b نحلة B double E E examples number one from the picture بيقول I can see with my eyes I can see with my eyes أنا أستطيع أن أرى بعيوني طب تعالوا كده I the subject can يستطيع وجي وراها سي يرى I can see أنا أستطيع أن أرى ولو واخد بالك إن سي جه في المصدر with my eyes I can see with my eyes number two from this picture بتقول I can hear with my ears I can hear with my ears أنا أستطيع أن أسمع بأذني تعالوا كده معايا السبجكت بتاعي I جي وراها كان وكان معناها يستطيع بتكلم عن الابيليتي المقدرة وبعدين جي وراها hear ده verb infinitive يبقى see hear بعد كان جم في المصدر يعني إيه في المصدر بدون أي إضافة number three الولد ده بيقول أو إحنا نقول عليه he can read هو يقرأ He can read هو يستطيع أن يقرأ يبقى بجيب السبجكت وراها can وكان بتتكلم عن الابيليتي المقدرة أن هو يستطيع وبجيب وراها الفيرب في المصدر زي ما قلت I can see I can hear He can read Number four We can play We نحن the subject جا بعديها كان نستطيع play أن نلعب We can play نحن نستطيع أن نلعب Subject الفاعل can plus verb infinitive We can play نحن نستطيع أن نلعب I can't see أنا لا أستطيع أن أرى Negative of can't I أنا can't لا أستطيع see أن أرى I can't see أنا لا أستطيع أن أرى السبجكت أو الفاعل I جاء بعديها can't اللي هو لا أستطيع after can't verb infinitive فعل في المصدر see I can't see أنا لا أستطيع أن أرى He can't run هو لا يستطيع أن يجري
he هو can't لا يستطيع run أن يجري. السبجكت هنا أو الفعل he جاء بعديها can't لا يستطيع run أن يجري. language focus الفورم لما اتكلم عن الابيليتي المقدرة بجيب السبجكت plus can plus الفيرب infinitive. يعني لما اقدر اعمل حاجة بستخدم can او المقدرة عندي الابيليتي ان انا اقدر اعملها استخدم can بجيب السبجكت ايا كان بقى I, we, you, they, he, she, it بعدين can plus الفيرب infinitive. النفي النيجاتيف فورم بتاعتي subject plus can't plus الفيرب infinitive. Subject plus can't plus the verb infinitive مصدر الفعل. Now let you excel yourself. Excel yourself اختبر نفسك. Title of questions look and complete انظر واكمل. عندي صورة eyes بيقولي I can space with my eyes. I can space with my eyes. Think and answer and put your answer in comment. جاوب وحط الإجابات بتاعتك في الكومنت. Examples الأمثلة answer أجب who am I who am I من أنا who يعني من. لما باجي أسأل عن من للعقل بستخدم question word who who من am I who am I I am an engineer أنا أكون مهندس who am I من أكون أنا I am an engineer. أنا أكون مهندس. بيتكلم عن نفسه بيقول إيه؟ I am verb to be. الـ I بتاخد am. I am an engineer. An engineer. هنا حطينا an ليه؟ عشان engineer ديت بتبتدي بإيه؟ حطينا an قبل كلمة engineer عشان engineer بدأ vowel sound letter E فقلنا an engineer. I am an engineer. لو افتكرنا مع بعض كده أي كلمة عندي بتبتدي بفاول ساوند E O U R بحط قبليها an. نمبر 2 بيقول who am I who am I من أكون. from the speaker هقول الإجابة بتاعتي هتكون I am a police officer I am a police officer. أدي I am أنا أكون وأدي A حط لها قبل police officer عشان بدأ بالليتر B وده consonant sound صوت ساكن فقلنا A police officer يبقى who am I I am a police officer. language focus who am I question mark لما اسأل من أكون who am I الإجابة بتاعتي هتكون I plus am plus singular noun وما خلي بالك بحط قبل singular noun بتاعي a or an I am plus singular noun. examples أمثلة I am Aya أنا أكون Aya بتتكلم عن نفسها بتقول ايه بتعرف نفسها I am Aya اول حرف لازم يكون capital نهاية الجملة full stop و I am ديت اسمها دي apostrophe ولازم يكون اسماء الاشخاص ايه اول حرف فيهم capital I am Aya انا ايه Aya بتتكلم عن نفسها بتكمل بتقول I am a girl انا ايه بنت I am Aya I am a girl بتعبر عن نفسها انا Aya انا اكون بنت. I am شريف أنا أكون شريف. I am الـ I لازم تكون إيه؟ أول حرف لازم يكون إيه؟ capital. شريف ده عشان اسم شخص لازم يكون أول حرف فيه capital أياً كان مكانه في الجملة سواء في أول الجملة أو في نص الجملة أو في آخر الجملة بيكمل إن هو بيعرف عن نفسه بيقول I am a boy. I am شريف أنا شريف. I am a boy أنا أكون ولد. Number 3 I am a doctor I am a doctor أنا إيه طبيب. Number 4 You're a boy You're a boy أنت ولد. هنا ممكن يكون الولد دوت بيشاور على زميل لي أو صاحبه بيقول You're a boy أنت ولد. I am Aya أنا أكون Aya I am a girl أنا بنت. I am شريف أنا شريف. I am a boy أنا ولد. Number 3 I am a doctor أنا طبيب. You're a boy your ده اختصار لverb to be you are بنطقها your
your, I am بنطقها في الاختصار I am, I am. Language focus. Your or I am. وانا قلت your اختصار you are, I am short form of I am plus singular noun. وانا بكلم حد قدامي هقوله انت, you are زي ما قلت له you are a boy او you are a teacher. طيب لما اتكلمت انا عن نفسي قلت I am, يبقى وجبت وراها singular noun قلت I am أميرة, I am a girl, قال I am يوسف, I am a boy. Excel yourself, اختبر نفسك. Look and complete, انظر واكمل. صورة بنت. She can space with her ears. She can space with her ears. هي تقدر ايه بأذنيها. Think and answer in comments. Practice, time to practice, وقت التمرين. First question, look and answer, yes or no. انظر واجب yes or no. Number one, جايب لي face picture, بيقول the child grows into an adult. The child grows into an adult. تعالى كده معايا, the child, احنا اخدنا child يعني طفل. Grows, بينمو يعني او بيكبر. Into, الى an adult. Adult دي شخص ايه؟ بالغ. يبقى yes or no. ده adult شخص بالغ like father or mother. يبقى هنقول yes. Number two. In this picture the boy بيقول I can kick with my feet. I can kick with my feet. I can, انا استطيع ان اركل الكرة بقدمي. وهنا كان وراها kick in فعل في المصدر. With my feet, بقدمي. Yes or no. Yes. Number three. I am Aya. I am a doctor. طب هي بتقول I am Aya. أنا أكون Aya. I am a doctor. From this picture. دي teacher. Yes or no. كون إجابتي no. Rearrange, رتب. مديني جملة ملخبطها لي وعايزني أرتبها. نقراها الأول وبعد كده نفكر فيها, وببدأ دايما بالورد اللي تحتيها خط. Is a honey doctor. هو بدأ لي بإيه؟ هاني. هاني بيكون إيه؟ هاني يكون is بيكون إيه؟ a doctor بيكون طبيب. هاني is a doctor. هاني يكون طبيب. Number two, girl, I am a. وهو حطيت لي a lion تحت I am. هقول I am, بدأت بالسبجكت وراها الفيرب I am, بعدين الـ A وبعدين girl. I am a girl. I am وبحط الحرز بتاعي A بعدين girl. I am a girl. Number 3, نكمل rearrange. Can't he run. وجايب لي ولد على كرسي متحرك. هنبدأ بالسبجكت بتاعي زي ما هو كده محدده لي هي, وراها كانت وبعدين الفيرب بتاعي في المصدر run. He can't run. بدأت بالسبجكت after that, بعد كده حطيت can't وبعدين run الفعل في المصدر. He can't run. هو لا يستطيع أن يجري. Circle the old one out. حط دايرة على الكلمة المختلفة. Number one, smell. Smell يعني يشم. Touch يعني يلمس. Arm يعني ذراع. Smell the verb معنى يشم. Touch يلمس verb معنى يلمس. Arm يعني ذراع. الكلمة المختلفة هتكون ايه؟ Arm. Arm ذراع. اول كلمتين verbs افعال, لكن arm ايه؟ ذراع. عشان كده بطلع الكلمة المختلفة. Arm. Number two, head. Head. Green. Green. Face, face. نترجم الأول. Head يعني رأس. Green يعني أخضر, اللون الأخضر. Face يعني وجه. Head و face دول مش يعتبر من أعضاء الجسم. Body parts. Body parts أجزاء من الجسم. وعندي green دي color لون, يبقى هنحط circle على green. Circle the old one out. اوجد الكلمة أو ضع دائرة حول الكلمة المختلفة. Number 3, feet, head, teeth.
feet, head, teeth كلهم body parts كلهم أجزاء الجسم. أمال إيه المختلف؟ تعالوا كده نفكر مع بعض. feet معناها إيه؟ أقدام. head رأس. teeth أسنان. بمعنى كده يا ميس إن هما plural noun feet و teeth. أمال head دي singular noun، عشان كده الإجابة بتاعتي الصح تكون head عشان هي اسم مفرد. number 4 ears hands leg. لو خدت بالك ears و hands و leg كلهم body parts. ايه المختلف؟ ان ears و hands plural noun اسماء جمع و اسم جمع، leg دي هتبقى المختلف عشان هي singular noun. after that match cell number 1 bathroom number 2 13 number 3 P number 4 mouth. وجايب لي 4 picture هنبدأ نترجم. يلا bathroom. bathroom يعني حمام. 13 يعني 13. B يعني نحلة. mouth يعني فم. احنا متعودين في ماتش بوصل بإيه؟ بالأرقام. bathroom يعني حمام. هكتب عند الحمام number 1. برافو عليكو. excellent. 13 يعني 13. عنده 13 هكتب number 2. that's right. B يعني نحلة. عند النحلة هكتب number 3. mouse يعني فم. هكتب number 4. كده بشكل منظم ومرتب. make a word. جايب لي الكلمة متلخبطة وعايزني ايه ارتبها. انا شايف قدمين يعني ايه؟ feet بتتكتب كده؟ لا، بتتكتب ايه؟ feet feet يعني قدمين. touch يعني يلمس، بتتكتب كده؟ يلا نكتبها كده مع بعض. touch O-U-C-H touch يعني يلمس. next make a word. جايب لي صورة ايه؟ طفلة. child يلا كده مع بعض. قلت child child. اللي بعديها سنة. tooth تعالى كده معايا. قلت تو تي دبل او tooth. ث طلعت لساني يبقى تي اتش تي دبل او تي اتش tooth. discover اكتشف. look and write انظر واكتب. give me some words in practice. arm face feet head leg. جاب لي body parts اجزاء الجسم وعايزني احط كل اسم جزء في مكانه. يلا اول واحدة arm. شاولي اول واحدة فين دي يا ولاد؟ head. excellent. طب والسهم التاني بيشاور على ايه؟ face. excellent. number 3 بيشاور على leg يعني ساق. بيشاولي على ذراع يعني arm. بعد كده السهمين التانيين بيشاولي على ايه؟ feet. طب لو كان مشاور على سهم واحد على قدم هقول foot، لكن هنا مشاوري على القدمين feet. excel yourself اختبر نفسك. complete اكمل. a snake has spaced legs but an ant has spaced legs. think and write your answer in comments. practice. look at the picture and complete with. انظر للصورة واكمل. مديني some words. 6 4 2 no. a fish has spaced legs. دلوقتي هنا السمكة عندها ارجل. so no. هنقول a fish has no legs. So we will choose no. A fish has no legs. Number 2. A bird has spaced legs. A bird. الطائر عنده two legs. That's right. A bird has two legs.
نكمل. A camel has space legs. A camel has four legs. That's right. أربع أرجل. Number four. A bee has space legs. A bee has دي إنسكت حشرة هنقول have six legs. A bee has six legs. Bye bye. See you soon. I love you.